اسعد اوقات كل متابعينا وكل مشاهدينا عبر قناة البلد الفضائية. ان شاء الله يا رب يوم يكون جميل على كل الناس. حال البلد من احوال اقتصادية لاحوال سياسية لاقتتال قبلي لاحزاب لدور الشباب في عملية البناء، دي كلها حاجات ممكن تكون قضايا مهمة في الوقت الحالي في حال البلد. نحن في الشارع العام حناخد آراء مختلفة ونشوف معاكم أول رأي. مرحبا بي. آمنة يا هلا يا عبد الله. آمنة يا هلا يا عبد الله. أي والله بلد صعبة جدا، ونحن طبعا بنحب البلد دي تتصلح ونكون أحسن بلد في العالم. الله ان شاء الله. تسلمي كثير. تسلمي انت. رايك شنو في يعني الشباب ممكن يكون دورهم شنو في عمليه البناء، خصوصا انه كان واحد من شعارات الثوره حنبنيه؟ والله بقول لك شنو، بلد صعبه طبعا جدا، ودايرين عاوزين نحن نتقدم وبلد ان شاء الله تكون احسن بلد. السودان طبعا زي ما في، لكن الشعب براه هو خرب البلد بعيده. ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. اراء عديده معاكم من خلال المساحه دي عن حال البلد وعن الاوضاع الممكن تكون حاصله الان في كل السودان. خليكم معنا. مرحبا بك. اهلا وسهلا. كيف الاحوال؟ تمام مباشره نتعرف عليك. الاسم خضر محمد يوسف بغاري. الموضوع طبعا الاحوال البلد سواء كانت الاقتصاديه او السياسيه وحاجات عديده. طيب اول حاجه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع همم هذا البلد العظيم، واول حاجه الناس يعني تخط الوطن قبل كل حاجه. زي مثلا الاحزاب السياسيه دي مفترض تتفق على رؤيه معينه وتشيل الاجنده بره ويخط البلد اولا، بعد ذاك ان احنا نمشي لقدام. بلدنا السودان ما شاء الله مليئة بخيراتها، سواء كانت الخيرات الأرضية سواء كانت الكنوز والمعادن، حاجات كثيرة يعني لا تحصى. لكن احنا مشكلتنا أنانيين، وبأي واحد يعني بأي واحد بيكون تفكيره ذاتي يعني بيكون خط البلد بجنبه، دي واحدة. وبرضه بالنسبة للمشاكل الخبلية والحاصلة في السودان، والله يا صراحة دي حاجة ما بتشبهنا ولا بتشبه السودان. السودان ده وطن عظيم وبسعة جميل وبشيلنا كلنا، ولو توحدنا أنانين وبنخط البلد بجنب ونخط حاجاتنا الذاتية بجنب بنتفق إن شاء الله ونمشي لقدام إن شاء الله. واحد من يعني واحدة من كلامك، واحد من الكلام الجميل اللي أنت عبرت عنه، قلت إنه الناس لو اتفقت واتحدت وخطت يدها في يد بعض. نعم. السودان حيتبني وحنعبر. نعم. فرسائلك شنو للناس عشان الناس تتفق مع بعض؟ والله الناس تتفق مع بعض. اول حاجه يعني مفترض لما نقول السودان يشيلنا كلنا، ليه؟ الناس يعني تحاول تتحد مع بعض وتتقسم الحاجات البسيطه مع بعض. يعني ما يعني هسه مثلا الليله معظم المشاكل اللي انا سميتها اللي حصلت الخبليه دي قالوا في اراضي مع اراضي، ليه يا جماعه احنا ما نتحد نقسم ده لده وده يدي لده، بالتالي بنمشي لقدام. لكن لما نكون عنانين زي اهم حاجه شفت الحاجه الحاصله في الزمن دي العنانيه، نخلي العنانيه دي بجنبها ونشوف السودان بجنبه، وان شاء الله بنكون في الحمم العاليه ان شاء الله. وربنا يصلح الحال. ورسالتي برضه للشباب الشباب الثوره اللي هم قدموا ارواحهم لهذا الوطن، الناس برضه تحاول تنظر لهم بنظره ايجابيه. يعني انا بشوف انه في ناس بعض الناس بتقوي من هذا الشباب بيقولوا هم متحزبين. الشباب ديل والله عزل ما عندهم علاقه بالاحزاب، انهم مهمتنا الاولى هو الوطن، ونحن نتمنى انه الوطن يمشي لبر العمان. وشكرا جزيلا. الله يخليك يا رب. يما كيفك؟ نحمد الله يا بنتي كويسه جدا بخير ان شاء الله يا رب دائما بخير. ورينا رايك شنو في حال البلد. حال البلد سيء سيء جدا جدا، لانه ما في مسؤول من البلد، وبعدين عندنا الانانيه وعندنا حب الذات يا بنتي، وما عندنا حب الوطن نهائي. دي اول يعني شوفي البلد دي كيف شكلها، حسي كيف دي عاصمه، دي بسموها عاصمه ممكن يسموها، والله مش في الاغاني احسن منها بمليون مره. وبعد ذاك الناس دي لو خلت زمان ما كان في حاجه زي دي، ما في كان حروبات، ما كان في قبليه، ما كان في حواكير، الناس دي كلها كانوا مسالمين وقاعدين مع بعض. لكن حاسس الحكايه اختلفت، لانه كل زول بقى ده اللي حرش ديل وده اللي حرش ديل، يقوم اختتلوا في بعضهم. 200 كان عندنا يا بنتي، كلنا كنا مع بعض، كنا قبائل متحابه متفقه، لكن حاسس ما في يا بنتي. بعدين في حب الذات والنفس، هسه مثلا تلقي الليله واحد شايل حاجه يجدع كده في الشارع، يا اخي نظفوا محلكم، نظفوا بلدكم، الحكومه ما بتشتغل بيكم، ما في زول شغال بزول.
الحكومه ما شغاله بزون نهائي، شغاله بمصالحها الشخصيه، وجوا هنا حزبوا هنا وقعدوا عشان يخربوا البلد زياده. والله العلي العظيم قبل كده ما كان في حاجه زي دي، ولا كان في حروبات، ولا مشان سمعنا من الازرق كان في حروبات، ما سمعنا احنا مما قمنا. لنا كم 40 سنه في البلد دي ما سمعنا. القبائل كانت متحابه في مدرمان ماشيين مع بحر، في البحر، في شرق النيل، في اي حته الناس دي مترابطه كده. لكن حسبت ما في يا بنتي، بقت ما في الليله انت مع ده تتحاسد تحسدوا بعضكم. تلقى يا اخي الواحد يقدح في تشاري اي حاجه يمشي، يا اخي الناس ما تحب بعضها. يا اخي وطنكم ده حبوه قبل اولا واخيرا، قبل ما تحبوا نفسكم حبوا وطنكم. ليه مثلا تحبوا نفسكم انتوا ليه؟ دي حاجه غلط جدا يا بنتي. غلط ولا ما غلط؟ غلط كبير. طيب رسائلك انت للناس شنو؟ يا جماعه اتحابوا وتراضوا وتكاتفوا مع بعضكم، وخلوا الجهويه والغبليه الحاصله دي، وكلكم سودانيين والوطن يسع الجميع. وحسب اقول لك انا يعني ما في داعي للناس يتقاتلوا، يموتوا ارواح عليك اللي يسحقوا ارواح. صح ولا ما صح يا بنتي؟ ايوه ما يسحقوا ارواح. مثلا انت الليله كلك حب لاخيك ما تحب لنفسك. ايوه بس ده كله ما في الامر. شكرا لك، نورتينا كثير. شكرا يا ولاء. وافتكر